بالتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي. اهلا بكم استاذ حسين الى استوديو الرافدين. ما دوافع اربيل لاتخاذ هذه القرارات برايك؟ نعم، ما دوافع اربيل لاتخاذ هذه القرارات برايك؟ كان طبعا الانباء تتحدث عن خلافات بين بغداد واربيل على عوائد النفط وامتناع اربيل عن تسليم حصتها في الموازنه الى بغداد. يعني اعتقد هو هذا نفس المشكله القديمه الجديده بين اربيل والمركز الحكومه الاتحاديه في بغداد. بس المشكله اعتقد حكومه بغداد هي حكومه ضعيفه لا تستطيع فرض سيطرتها على جميع انحاء العراق. هذا واحد. ثانيا لو نجزأ المشكله، هل المشكله هي قانونيه ام اداريه ام سياسيه؟ اذا لابد ان يكون الحل حسب نوع المشكله، المشكله اداريه فلابد ان تحلها اداريا. اغلب المشاكل ما بين الاقليم والمركز تسيس فيضيع الحل، والخاسر ايضا لا ننسى انه الخاسر في هذا الصراع اغلبه هو المكون السني في هذا الصراع ما بين المركز وما بين اقليم كردستان. لهذا السبب لا يبالي اي طرف من الاطراف بهذا الخلاف حتى لو استمر طويلا. نعم، موازنة 2019 ألزمت كردستان بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى بغداد. هل تعتقد أن بغداد ربما تهدف من ذلك التوزيع العادل للموارد، أم أنه شكل من أشكال الابتزاز تمارس من قبل بغداد على أربيل؟ أنا أعتقد هو شكل الابتزاز، ولكن علينا أن ندرك أن حكومة السيد عادل عبد المهدي غير مؤهلة لإعادة الخلاف ما بينه وبين الإقليم، خصوصا أنها حكومة هشة لم تكتمل كابينتها الوزارية ولا تملك يعني عدد كافي من النواب الذي يحميها من أي توجه من لمجلس النواب ضدها. اليوم المكون الشيعي مختلف على سياسة سيد عادل عبد المهدي وكذلك السني، فكيف سيجد لنفسه معارضة كاملة من المكون الكردي؟ وخصوصا في قضية الرواتب يتفق الأكراد في معارضة سيد عادل عبد المهدي لأنها تخص الجميع ولا تعني حزبا واحدا فقط. نعم، النائب حازم الخالدي حذر من ضياع 12 مليار دولار سنويا بسبب عدم التزام كردستان وعدم تسليمها واردات النفط. يعني لو كانت بغداد جادة في هذا التوزيع العادل كما تسميه، هل ستنفذ برأيك هذا الخصم المقترح لصادرات نفط كردستان؟ يعني هو اعتقد الفساد عام، فالسيد النائب يعني هو يدرك حجم الخسائر من المليارات، مئات المليارات ضاعت وفقدت، والتركيز اليوم على قضية تقديم كردستان هي قضية عامة. نحن لسنا مع أي فساد في أي مكان في العراق، ولكن هو الفساد عندما يكون عام والفاسد لا يستطيع إصلاح، الفاسد لا يستطيع القيام بأي إصلاح، لأن المشكلة الفساد هي عامة. فال 12 مليار يقابلها عشرات المليارات فقدت في بغداد أيضا ولم أحد يعرف لها طريق. نعم، عادل عبد المهدي هدد بقطع مستحقات كردستان المالية إذا لم يسلم النفط لبغداد. ما مدى جدية عبد المهدي برأيك؟ التي تهدد بها بغداد إقليم كردستان، وإقليم كردستان يهدد أيضا بتصدير النفط، وتبقى وتعود المشكلة إلى ما كانت عليه، أي عودة إلى المربع الصفر، ومن ثم تبدأ حكومة عادل عبد المهدي بالتفاوض، وهي ضعيفة لا ينكر، يعني وضعها الحالي لا يؤهلها لأي خلاف مع الأكراد في هذا الوقت تحديدا، لأنه هو لا يمثل الائتلاف الشيعي كاملا، وخصوصا أن حزب الدعوة كدولة عميقة يزيد ويغذي مثل هذه الخلافات، يتمنى عودته إلى رئاسة الحكومة إسقاط حكومة عادل عبد المهدي. ما الأوراق الموجودة بيد كردستان إزاء تهديدات عادل عبد المهدي؟ أعتقد هو العامل الخارجي هو أفضل الأوراق لدى جميع الأطراف، كل واحد يتقوى بالأوراق الخارجية، الأكراد يتقوون بالولايات المتحدة رغم خذلانها لهم في 2018، والحكومة المركزية يعني تتقوى في إيران وفي بعض الدول الحليفة لها، عامل الخارجي أيضا حاضرا وموجودا، فالأكراد أيضا يتقوون في جانب النفط في قضية النفط، والحكومة تتقوى في جانب الرواتب، وكلاهما الشعب يكون هو الخاسر سواء في تصدير النفط أم في رواتب البيسمركة أو موظفي إقليم كردستان. السيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.